بدأ يحطيت الحليب مع عصرة الليمون، الحين بضيف البيض والفانيليا. حرك بشكل جيد. أضيف السكر وأيضا الزيت. الحين أحرك لمدة 5 دقائق متواصلة. حرك بشكل ممتاز. طبعا بإمكانكم تحطوا الخليط كله في كاس الخلاط، تكون أسهل. بعد ما طلع الفقاعات أضيف الطحين والبيكنج بودر والملح وأيضا بودرة الكاكاو. نحرك آخر مرة. شوف تبارك الرحمن، كذي صار الخليط جاهز. بإذن الله راح استخدم هذا القالب اللي تكون قاعدته مخلط. بضخ عليه بخاخ الزبدة الحين. إن شاء الله بحط الخليط. أهم حركة في الكيك، نجيب عود أسنان أو أي أداة نسويه بهذا الشكل. إن شاء الله راح أدخلها في الفرن، مسبق التشغيل من فوق وتحت. هذا الكيكة بعد ما طلعت من الفرن كملت معي 40 دقيقة على حرارة 180 من فوق وتحت. إن شاء الله بتركها ترتاح لمدة 10 دقائق. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الشكل النهائي لوصفتنا اليوم. علينا وعليكم بالف عافيه. زينت 3 انواع كاكاو وايضا حطيت عليها كاكاو مبشور فوق. شوف ان شاء الله الحين بيجرب معكم. بسم الله. شوف تبارك الرحمن كيف هالشيء.